يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الفل عليك يا جمانة. وما فيش شك طبعا أن قارة أفريقيا هي واحدة من أكثر المناطق عرضة لتغير المناخ في العالم، وبطبيعة الحال هتكون أيضا الأكثر تضررا من ارتفاع درجات الحرارة اللي بتسبب فيها حرق الوقود الأحفوري. حتى إن في دراسات وأبحاث علمية أكدت أن القارة السمراء هتشهد موجات جفاف وفيضانات وغيرها من الظواهر المناخية القاسية في المستقبل القريب. علشان كده هذه القارة كان عندها تطلعات معينة في أن الدول الصناعية الكبرى تساعدها على حلها، وده طبعا كان واضح في كل المطالبات اللي نادت بيها بعض الدول أثناء انعقاد قمة المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ. والمطالبات دي هي إلزام الدول الكبرى بالتزاماتها تجاه البلدان النامية، وعلى رأسهم بطبيعة الحال بلدان القارة الإفريقية. ده حقيقي يا مصطفى، وبالفعل تحققت المطالبات، وخرج امبارح الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء كلمة له على هامش مشاركته في فعاليات قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، وقال إنه مهمة دول العالم هي منع كارثة مناخية والانتقال للطاقة الخضراء، وأن الدول الأفريقية بتعاني من تداعيات المناخ، ونسعى لحشد دول العالم لاتخاذ أهداف طموحة بشأن المناخ، وكدفعة أولية نقدم بالشراكة مع مصر ب 150 مليون دولار كخطة للتكيف مع تغيرات المناخ بقارة أفريقيا. هي يعني كان هذا الحديث له أهمية كبيرة جدا. فكرة أنه صحيح كان في طبعا 26 نسخة سابقة من هذه القمة، لكن هذه القمة هي تحت عنوان معا من أجل التنفيذ، يعني إحنا خلاص تحقق النتائج. صحيح، يعني حتى السلوغان بتاعها Together for Implementation، مع بعض أو معا عشان نحقق أو حتى ننفذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا. هي دي كان هو ده الهدف الأهم الحقيقة لهذه القمة. وهذا الحديث للرئيس الأمريكي جو بايدن هو نقطة هامة جدا. بالفعل شفنا وسمعنا يمكن قرارات تم اتخاذها، زي ما تابعنا مع حضراتكم بالفعل في شراكة بين دول عربية والولايات المتحدة الأمريكية، وشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن غيرها من التفاصيل هنتابعها مع حضراتكم خلال حلقتنا النهاردة. من صباح على حضراتكم مرة تانية، صباح الخير والسعادة عليكم جميعا. صباح الخير يا مصر.